نبدأ مع بعض في شوية المحاضرات اللي جاية دي، نعمل فري ستايلينج مودلز وهنجمعهم كلهم في موديل واحد ممكن نستفيد بيهم بعد كده، أو تعينهم في المكتبة بتاعتك بحيث إنك أنت تحطهم بعد كده في أي شغل أو تكمل عليهم أو تعدل عليهم. الهدف من المحاضرة دي إن احنا نوصل لشيب زي اللي احنا شايفينه ده. طبعا المحاضرات اللي فاتت كانت معظم غلطات الناس في إن احنا نحفر جوه سلندريكال شيب او كيرفد شيب. نهتم بالمصطلحات، يعني نحاول، انا بقول المصطلح وبشاور بالماوس او بعمل الوظيفه بتاعته. فياريت نهتم بالمصطلحات ونحفظ المصطلحات مع المحاضره علشان لما نيجي نسال يبقى السؤال سهل وكذلك الاجابه تبقى سهله وسريعه. تمام. طب ازاي هنوصل للكلام ده؟ انا هبدأ فايل من الصفر. طبعا انا خافي الجريد، هروح لفلتر ومن فلتر هختار جريد. في فلتر انت بتطلع وبتخفي اللي انت عايزه، ممكن تخفي الجريد او تطلعه، ممكن تخفي اللايتس، الكاميرات، الديفورمرز، يعني لو السين زحمة قدامك شيل وحط زي ما انت عايز. بداية انا هروح اعمل سلندر وهخلي السلندر ده مشاور ناحية زد. هروح لأورينتيشن وهقول له ماينس زد بحيث يبقى بالشكل ده كده. نشتغل بقى شوية بالشورت كاتس. لو ضغطت ان مع بي خفيفة هيديني الجراد شيدنج لاينز، ان ايه هيديني الجراد شيدنج. هشتغل ان بي ان ورا بي على طول. خلي بالك لو قلب الكيبورد عربي هتلاقي الدنيا ما اشتغلتش، فبقى خلي بالك يعني بالشكل ده كده. انا عندي عقدة من الكابل بالمنظر دي، اظن انتوا عارفين مش عايزين نشتغل واحنا عندنا انجونز او احنا عندنا تريانجلز بالشكل ده كده. فمبدئيا هروح لكاب. قبل ما اروح لكابس انا بس عايز اعلي ده شوية او اقلله، اسيبه زي ما هو 50. هروح لكابس واقول له نو كاب. طبعا لو انت نسيت وعملت اديتابل هتعمل اوبتمايز وبعدين تدلتهم مانوال، يعني محلولة يعني. بعد كده هروح لفيسز. تمام. طبعا انا غلط لان المفروض اعمل اديتابل. في الحاله دي انا مش محتاج اوبتمايز. ليه؟ لان انا شلت الكابس. عايز تتاكد من الموضوع ده سيلكت البوينتس وتاكد ان انت عندك البوينتس موجود هنا، مفيش حاجه اسمها سيلكتد بوينتس. لو في سيلكتد ضيع السيلكشن واضغط على اوبتمايز هتلاقي هنا العدد ما اتغيرش. طب احنا قلنا وعارفين دي بتطلع منين، قلنا بتطلع من فيو وباخد فيو سيتنج منها هود وبقول له طلع لي التوتال بوينتس وكمان طلع لي السيلكتد بوينتس وهكذا، طلع واخفي اللي انت عايزه. المهم نرجع تاني لمرجعنا. هروح للفيسز وهروح لللوب سيلكشن. لوب سيلكشن اهو. تمام. واللوب سيلكشن بيعمل احنا شايفينه ده، بيسلكت الفيسز اللي جنب بعضها. رايت كليك اكسترود او نجيبها من شورت كاتس اللي احنا عاملينها كده ونطلع بالبتاع ده. طبعا طالعين بيه غلط لان من جوه كده مفيش كابس، يبقى هعمل كنترول زي وهقول له كرييت كابس واطلع بده بالشكل ده. طب انت طلعت بده كده، افرض انت عايز تصغر اللي جوه دي، نفس القصه. روح للوب سيلكشن، سيلكت دي كده. بصوا كده لو مسكنا سكيل وعملنا كده باظت. كنترول زد. دلوقتي انا عايز اصغرها كده، يعني انا مش عايز اصغر على زد، انا عايز اصغر على اكس واي. ممكن تمسك الاثنين دول وتعمل كده. تمام. وممكن انك انت تريح دماغك عشان ما تغلطش وتقوم رايح فوق للاكسس دي، عشان كده قلت هشرحها في وقتها، تشيل اكس. معنى انك شلت اكس انك انت عملت ريستريكشن على اكس، زد. انت عملت ريستريكشن على زد، يعني انت هتعمل سكيل بس زد. لو انت خدت بالك زد بص عملوا لك ازاي، عمل لك فيد، يعني شوف دول شارب قوي الالوانهم وده فيد شويه. فانت لو مسكت كده عملت كده هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. تمام بالشكل ده كده. جميل. عايزين نطلع بالعمود اللي طالع لفوق ده. هنروح هنا وخلي بالك انا بحاول اسلكت الفيسز اللي في السنتر، فدول الاثنين اللي في السنتر مش متاكد منهم. بسيطه، روح للتوب قرب. تمام. وهنلاقي فعلا دول هما الاثنين اللي في السنتر. تمام. وهاخد واحد معاهم من الجنب وواحد كده. على فكره كنت ممكن تطلع بالاثنين دول على طول، نشد على فوق، بس بما اني هحط ديتيلز وكده يفضل بلاش تطلع باتنين، اطلع باربعه.
يعني لو انت مقابل موديل زي ده وعايز تطلع بدراع فوق ودراع تحت او يمين وشمال، اطلع باربعة بلاش باتنين عشان ما تتزنقش لو انت حابب تضيف تفاصيل بعرض الموديل بالمنظر ده. انا لما يكون عندي 4 فيسز بشتغل فيهم تفاصيل، ابسط حاجة لو عايز احفر هنا فتحة المسمار. طب انت تخيل كده لو انت عامل 2 مش هتعرف، هتيجي هتلاقيها هنا ما عندكش حاجة تشتغل فيها، تقعد بقى تعمل كات في كات وتلاقي في الاخر الفتحة قد الابرة، لكن كده هتشتغل براحتك. خلاص بص كده، لو جينا عملنا اكسترود رايت كليك هقول له اكسترود، شايف اكسترود طلع ازاي؟ ليه اكسترود طلع كده؟ لانها طالعه على النورمال بتاع الفيسز. يعني ايه النورمال؟ يعني اتجاهات الفيسز، ده مشاور كده فطلع كده، ده كده فطلع كده، ده كده فطلع كده، ده كده اسمه النورمال. لكن انا عايز اشدها عادل على المحور، يبقى الطريقه دي او الطريقه دي تبقى ايه؟ امسك المحور كنترول واسحب لفوق، تمام بس خلاص اعدل بقى كده. تمام كده احنا سحبنا لفوق. طب انا مش عايز القبه دي، مش عايزه يبقى بالمنظر ده، سكيل امسك المحور شيفت وانزل كده لغايه طب ما تبقى زيرو. تمام طبعا احنا مسكنا شيفت عشان يعمل سناب 10 ب 10. بص كده عملنا كنترول زد ما مسكناش شيفت، شايف؟ اقعد نشم بقى للصبح. فكنترول زد امسك اضغط شيفت انزل لغايه ما يوصل زيرو. جميل. طب احنا شفنا الشيب بتاعنا جاي كده، يعني طالع كده وجاي كده. واحد يقول لي اه ما احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نروح كده ونقوم جاي ماسكين ده كده اهو عاملين كده. قابل بقى حاج. تمام؟ حركه زي دي لو انت عايز تغير اتجاه بنسميها التوبولوجي. يعني انت ماشي كده وفجأة بقيت عايز تروح كده، دي كده لا، لان عامله ديفورميشن وعمرك ما هتعرف تظبطها. خلاص الحل انك انت تعكس اتجاه الايدجز، بدل الايدجز ما هي ماشيه كده، لا خلي الايدجز كده وماشيه كده. طب تيجي ازاي؟ ما تشتغلش من البرسبكتيف، الخطوه دي ما تشتغلهاش من البرسبكتيف، روح على الايدج مود، بعد كده تعال على الفرونت. طيب نشتغل بالشورت كاتس، تعالوا نشتغل بالشورت كاتس. احنا نرجع للبرسبكتيف تاني، F1 ده البرسبكتيف، F2 ده التوب، F3 ده الرايت، F4 ده الفرونت. تمام F1 برسبكتيف، F2 توب، F3 رايت، F4 الفرونت. طب جميل، اتأكد ان انا مش عامل سيلكشن على حاجة. تمام وهروح في فيو وبالمرة هقول له سيلكتد ايدجز سيلكتد بوليجونز، تمام علشان ابقى عارف، عشان لو في سيلكشن بالغلط ابقى شايفه، هيقول لي هنا في ايدج واحد لكن كده ما عنديش حاجه. بعد كده رايت كليك وناخد البلانكات. البلانكات هي بتقطع، انتوا عارفين اللوب كات، لو احنا عملنا كده وجينا عملنا لوب، بص اللوب هتقطع ازاي؟ هتقطع بكيرف. ليه؟ لان الايدج اللي قبلها هنا بكيرف. تمام هتقولي طب ما اللي فوق دي، بص هي هتفضل ماشيه كده مع التوبولوجي بتاع الشيب، كل ما تنزل يعني من الاخر هي هتقطع على حسب البروفايل للحافه الاقرب. طب وقفت في النص هتاخد شيب بين الاثنين، لكن كل ما تقرب عماله اهي. تمام عشان نحافظ او تحافظ على التوبولوجي بتاع الاوبجكت. بس انا في حالتي دي انا عايز اقطع هنا كده واضمن 100% ان دي مستقيمه، يبقى حلي ما هياش دي، ثم ان كمان دي لو قطعت كده طب انا ما عملتش حاجه. تمام لكن لو عملت رايت كليك وقلت له بلان، بص كده لو مسكت من النقطه دي كده، حتى لو مسكت من بره بس انا همسك من النقطه دي، امسك واسحب، شايف؟ براحتك بقى يقطع كده تقطع كده زي ما انت عايز. انا عايز العرض مثلا بتاع العمود يكون كده. قطعت يا ريس ارجع خلاص، تعالى هنا بص كده شايف، روح بقى خد الشوية دول مع دول مع ده مع ده، وتتأكد طبعا ان ما عندكش سيلكشن في حتة تانية، وإلا هنروح اوبس هنروح ورا الشمس. كده كده في حاجة؟ مفيش حاجة. خلصت ديليت، عندي بوينتس صح؟ لو رحنا كده هنلاقي التوتال 162، اوبتمايز بقى التوتال 154. تخلي بالك رايت كليك كلوز بوليجون هول ونقفل الهول.
طبعا قلنا متعودين دايما طالما عندي نقط فاضيه هيعمل لي مشاكل، يبقى رايت كليك واروح ل لاين كات، او في اسهل من دي اللاين كات، هضغط كده واوصل دي اضغط اوصل دي ودي وكليك وسكيب، دي كليك سكيب. لكن في اسهل، لو انا مسكت البوينت دي مع البوينت دي، فاكرين لما نعمل رايت كليك وتقول له كونكت بوينت ايدجز اختصارها MM، اهو الاسهل بقى همسك الاثنين دول MM، همسك دي مع دي MM، خلصنا. عايز تعمل ايه بقى يا حاج؟ هتمسك دول مظبوط؟ واحد يقول لي اكسترود، لا حاسب، لو عملنا رايت كليك وقلنا اكسترود قلنا بتطلع في النورمالز، انا مش عايز نورمالز، تمام؟ انا عايز اقوم مطلعها على ايه؟ على اكس، يبقى امسك كنترول هو طلع على اكس، تمام؟ اهو كده انت عكست اتجاه الموديلنج بتاعك، اشتغل براحتك بقى. طب دي بسيطه، روح هنا زي ما انت، امسك المحور شيفت سكيل على زيرو، مشغلين والدنيا تمام. سامع واحد شاطر كده بيقول لي هنعمل سيمتري، صح؟ عشان عايز دي اخت دي، مظبوط مظبوط. بما اننا هنعمل سيمتري اقول لكم حاجه هسيبها علشان تعرفوا ايه المشكله، تمام؟ طيب عايز بقى اخد دول، هروح للوب سيلكشن وامسك كمان اللوب اللي ورا، رايت كليك واقوم قايل له اكسترود، ممكن اعمل اكسترود، ممكن اعمل اكسترود وراه كمان لو عايز، يعني اعمله كده تمام بالشكل ده كده. طبعا لو مسكنا ده هو الت وسب ديفيجن سيرفس هلاقي الدنيا خربانه، تمام سي. بما ان الدنيا بالمنظر ده فتعالوا نعمل رايت كليك لوب، واجي هنا واقوم جاي حاطط دي، تعالوا كده نشوف، ايوه ظبطت تحت، كل التعريج دي هتظبط، تمام. ليه؟ طب ليه الدنيا هنا بايظه كده؟ اقول لك ليه. شايف الفرق بين هنا وهنا قد ايه؟ كتير، عشان كده كل دي بقت كيرف خلاص. لكن انا لو حطيت شويه كاتس، يعني مثلا هاجي هنا احط كات بس في الميدل كده، طبعا انا مش عايز المنظر ده، عايزه على العدل. يبقى هنروح لسكيل لوب ايدج مود كليك سكيل، امسك شيفت هات السكيل بزيرو، بص كده اهي بدأت الدنيا تظبط. المنظر ده انا مش عايزه. ليه المنظر ده؟ لان انت عندك هنا عندك فيسز، تمام، الفيسز دي انا مش عايزها، وقلت ان انا هسيبها، انا هسيبها علشان اوريكم فعلا المشكله اللي هتحصل منها. عموما احنا كده تمام، نيجي هنا بقى ننحت هنا، عايز اروح على دي، امسك دي وامسك دي، اظن انتوا عرفتوا انا هعمل ايه، هروح لبيفل وهبيفل دي شويه كده، بحيث لما انا ضغطت حرف الكيو تاني يبقى الكيو بينشط مين؟ بينشط البيرنت اهو. طب انت لو عامل كده وضغطت كيو ولا هيعمل حاجه، لان انا بقول كيو بينشط البيرنت. يعني ايه البيرنت؟ يعني الاوبجكت او زي الاب، تمام. فانا لازم امسك التشايلد وكيو، فهشوف اللي انا بعمله. لو جينا نبص هنا هنلاقي الدنيا فعلا بدات تظبط حبه بحبه، طول ما احنا ماشيين الدنيا هتظبط معانا زي الفل. لسه هنا طبعا انا نسيت اعمل، المفروض كنت اعمل نفس الحكايه شيفت، بس في ميزه بقى ان انا لو ضغطت بيفل بلاقيه محتفظ بالقيم اللي قبل كده. انزل بس تحت كده قوم قايل له نيو ترانسفورم بس، خلاص كده يبقى كده انت ظبطت دنيتك والدنيا معاك تمام وزي الفل. لو جينا عملنا كده هنلاقي الدنيا جميله قوي. نشيل ونمسك ده وناخد دول هما كمان، لان انا عايز حاجات تحت، كنترول ودراج، تمام بالشكل ده. نفس الليله هقوم ماسك دي
امسك شيفت زيرو كالعادة رايت كليك لوب وهنعمل سبورت كات هنا او دي بنسميها البروتكشن كات لان هي بتقفل الشيب بالشكل ده كده تمام. هنيجي هنا عايزين كمان بروتكشن كات فهنكت بروتكشن كات وهنكت هنا واحد ونقول له نضغط على العلامة اللي هي عاملة شبه الشرط دي فيخليها 50% او يخليها في النص بالظبط تمام بالشكل ده كده. طبعا في كمان هنا الاوبجكت بتاعي مش ستيبل يعني الدنيا بايظه ليه؟ ما تخليش في فيسز كتيره كده طالما انت بتشتغل بسب ديفيجن سيرفيسز. سيلكت الاوبجكت بتاعي وهحط لوب كات هنا. طب ما انا اريح دماغي بما اني ماسك دي كده اضغط على الاداه لان البارامترات بتاعتها مش هنا هضغط عليها من هنا وهقوم قايل له سيمتريكال كات. لو عملت سيمتريكال كات خلي بالك بص اهو هعمل واحد هنا كده انا ظبطت الايدج دي وهشيل السيمتريكال كات وهضغط هنا كده واقوم قايل له ان دي تبقى في النص. يبقى انا كده حميت الاوبجكت بتاعي. برضو هنا محتاج اضيف واحده اهو هكليك تمام هنا محتاج واحده كسبورت ايدج وفي النص هنا برضو محتاج واحده واقول له 50%. طيب دي كده مايله خلاص. فانا هروح هنا كده شيل لوب امسك دي واوعى تمسك اتنين مع بعض. في ناس يا جماعه بتشتغل من دماغها يقول لك انا مسكت دي وشفت مع دي ورحت عامل لهم سكيل. انت اصلا لو شغلت بس دماغك شويه بص كده السكيل فين؟ السكيل في النص. لو انت مسكت ده وعملت كده انت بتقرب الاتنين من بعض عمرك ما هتعدلهم. حركه السكيل دي ما تتعملش مع اه مع 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 اتنين ايدجز موازيين بعض تمام. لكن ده لو مسكت كده اهو ده كده اتعدل. دبل كليك بيعمل لوب على فكره واتاكد برضو ان دي على زيرو حتى على الرغم ان هي قدامك على زيرو ساعات بتبقى خدعه شويه بالشكل ده. بصوا كده لما نعمل كده شايفين. لو جينا رحنا طبعا للديسبلاي قلت له ايزو بارمز شايفين الموديل. بصوا هنا ما عادش فيه التنجنز بتاعت الاول. قلنا كل حاجه بتظبط طول ما احنا ماشيين الدنيا هتظبط معانا وتبقى زي الفل. ارجع هنا تاني لايزو بارمز ان مع اي. بص ان اي ده الشورت كات ان اي تمام. لو نسيت شورت كاتس هتلاقيها هنا تمام. واحد يقول لي على فكره دي مضلعه. هقول لك يا مضلعه هنا بس لو جيت عملت كده هتلاقيها برضه مضلعه. فاحنا نروح هنا واقوم قايل له خلي السب ديفيجن اديتور بثلاثه هو كمان. طبعا واضح ان احنا في الريندر عايزين نزود سب ديفيجن ريندر يعني هي هنا لسه مضلعه على فكره. بس لو عملنا كده وجينا عملنا كده هنلاقيه تطبيع الى حد ما بدا يروح. عموما مش وقته بس خلي بالكم الارقام دي الرقم ده يا جماعه ما يزيدش. الرقم ده لو زاد ما تجيش تقول لي الجهاز تقيل. انت كده بتزود السب ديفيجنز يعني بتخلي كل فيس يتقسم للرقم ده. تخيل لو انت عندك يعني مثلا احنا عندنا هنا كام فيس لو عملت كنترول ايه 988 اضرب بقى 988 في 4 شوف بقى يطلع عندك كام فيس تمام. يعني الجهاز بتاعك هيبقى ما عندوش دم لو فضل شغال اصلا يعني. تمام. المهم خلينا نكمل كده السب ديفيجن سيرفس بتاعنا الدنيا تمام وكده احنا ما عندناش مشاكل. نبدا احنا كده عملنا البيز شيب كده احنا عملنا البيز شيب. طيب نبدا بقى نحفر التفاصيل ونبدا نشوف احنا الاول عايزين نعمل ايه. مبدئيا انا عايز الايدج اللي في النص دي تبقى فيها حفره لجوه كده تمام. فانا هعمل رايت كليك واقوم قايل له هنا لوب خلاص وهقوم عامل لوب هعمل لوب هنا وهعمل لوب بعيدة شوية وواحدة في النص. ليه بقى؟ لأن أنا هسلكت الفيس مود وأروح هنا كده وآخد ده تمام ورايت كليك وأقوم قايل له اكسترود وخلي بالك شيل كابس واسحب كده. خلي بالك ممكن يحصل معاك حركه وحشه قوي. ممكن يحصل معاك كده ان هي جزء بيروح وبصوا التاني فين. فلو دي حصلت زود الماكسيمم انجل
دايما خليك فوق التسعين، يعني خليك فوق التسعين. وهنا ممكن نزود دي شوية كده. انتوا عارفين دي عملت ايه؟ عملت ده. عشان كده انا لما جيت عملت اللوب كاتس، عملت واحدة الاول وبعدين التانية عشان اعمل الفيسز اللي في النص دي. لو كنت خدت دي مرة واحدة ما كانش هيبقى شكلها ظريف. تمام. كده تمام. تعالوا بقى قبل ما نكمل، لان كده احنا هنبدأ نعك وهتبدأ الفيسز تزيد وانا مش عايز الموضوع يزيد. لو انا خدت سلندر ورحت رايح حاطه جوه سيمتري، حط ده جوه ده وحط ده جوه السيمتري. في السيمتري طبعا المفروض عشان يشتغل تروح على الموديل مود، نحفظ دول لان انا مش بعرف اترجم، مش هينفع اترجمهم عربي. ما ينفعش اروح اقول لك اضغط لي بقى على المكعب اللي في الشمال، لا ده اسمه الموديل مود. كل الكلام ده بعيده للمره 100. تمام. وهنا باخد ده كده، يعني خليه قريب قوي لغايه ما هم يقربوا من بعض. طب انا هنا عايز اتحرك على اكس بس. تمام. يبقى هنا تختار الموف تول، شيل زد واي عشان تضغط في اي حته وتتحرك براحتك لغايه ما يبقوا قريبين قوي من بعض. تمام بالشكل كده. بس ده كده سناب، كده حصل لهم سناب. السيمتري حتى كمان ممكن ازود دي اخليها 0.1 عشان يعمل سنابنج واضمن هم من بعض. بس بصوا بقى، لو شغلت ده الحركة دي حصلت مع ناس، بصوا الدنيا عاملة ازاي اهو، شايفين البوظان اللي هنا ده حصلت مع ناس في العجلة بتاعت العربية بتاعت الموديل اللي فات، كانت نفس الحركة دي. الحركة دي لما تحصل تعرف انها على طول جاية من فيسز في النص. لما تعمل سيمتري او توصل جسمين في بعض اتأكد ان كل ده متشال. فانت هتروح هنا كده، يا ريتني كنت شلتهم من الاول بس يلا مش مشكلة. تمام. هنروح على هنا كده وهنسلكت كل الفيسز اللي موجودة هنا دي هنا كده، كل الفيسز اللي اللي هنا دي اللي هي قافلة البيج. تمام. ديليت. خلي بالك وتحصل مشكلة تانية، اتأكد انك مش عامل سيلكت الحاجة. اوبتمايز، شغل السيمتري. تمام. شغل ده بقى كده، قرب قرب قرب. اهي بايظه تاني هنا. ليه بقى بايظه تاني؟ لانك انت لما دلت دول خلي بالك في فيسز لسه ما دلتتش بالعرض بالطول، اسف. هتروح للسلندر، اوعى تيجي جنب دول، انت ماسك ده وده 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 غير كده لا. تمام. ديليت البوينت مود، ضيع السلكشن. ها اوبتمايز كده، سيمتري كده، سب ديفيجن سيرفس. بص ولا اي حاجه، لكن هنا في حاجه مش مظبوطه. بصوا كده البوينت عامله ازاي، شايفين؟ واحد يقول لي يا عم ما انت ما خليك بعيد بقى واشتغل. ماشي يا سيدي، بس يعني لو دي جت معاك في حته ظاهره هتعمل فيها ايه؟ فالاحسن تعرف غلطتك او تعرف غلطاتك عشان ما ترجعش تقول يا ريتني. روح لللوب سيلكشن وهنسلكت اللوب اللي بره ده. تمام. اللوب ده تروح للسكيل مود وتمسك المحور مع شيفت وتتاكد ان السكيل على زيرو. كده كلهم على نفس الخط. لو جينا عملنا كده وكده، تمام. طبعا في الفرق اللي حصل ده لان النقط دي عشان السيمتري يشتغل مظبوط، تمام، لازم يبقوا قريبين من بعض بنفس الثريش هولد اللي هنا ده عشان يلحمهم في بعض. فاحنا هنشغل السيمتري، بس هي كل الحكايه ان انا همسك البوينت دي وهو هيعمل سناب لوحده. نتأكد بس ان الدنيا كده ولا الهوا، الدنيا عندك 100 فل و14 كده نشتغل واحنا مطمئنين.
كده الدنيا بتاعتنا تمام، نشتغل بقى واحنا مطمنين. تمام، بفكر ان انا ابدا الجزء التاني في محاضرة تانية عشان يبقى كل محاضرة مركزة على جزء معين والمعلومات ما تتوهش. نشوف بس الشكل النهائي بالشكل ده كده. حاجة عايز اوريها لكم بسرعة، اعمل حتة ماتيريال عادية خالص ارميها على السب ديفيجن سيرفس، دبل كليك وخلي دي مثلا دارك جراي بالشكل ده عشان بس يبقى شكلها حلو وانت بتعرضها. في الريفلكتنس خلي الويدث كبير والفولوف صغير، وزود شوية السبيكولر سترينجز بالشكل ده كده. بقت الماتيريال شكلها ظريف وانت شغال بيبقى شكلها حلو قوي. حتى لو انت جيت تعمل ريندر حتى عشان تشوف، بتلاقي الموديل شكله ابن حلال. اشوفكم في المحاضرة اللي جايه.